اولا نحب نهني الشعب الليبي بقدوم شهر رمضان المبارك. نسال الله ان يتقبل منكم صالح الاعمال. بالنسبة لأسعار اللحوم مربوطة يعني مربوطة بسعر الحولي، يعني فهمتني؟ السعر الحولي في السوق هو اللي غالي، وغلاء أسعار الحولي في السوق مربوط بالأعلاف. الموالي يعيط والجزاري يعيط وكلها مضروبة بعصا واحدة. يعني شو نقول لك، الموالي يقول علفتي نبيدي غالية، والجزار يقول نبيدي نشري غالي ضروري، محل ما جزرته اللي يريد ايش يبي يكسب، ما فيش حد يوعى في الصبح ويجي ويبيعها حاجه رخيصه باش يكسب فيها. يعني نعم نحكي لكم بالعاميه كي انت شوف سوق الاسواق الشعبيه، الاسواق الشعبيه والله لو تمشي للسوق شوف سعر الحولي وسعر الاجل، الاجل الوطني والحولي، يعني الحولي الوطني كل يوم في الزايد. ونحن والله حال الغايه نحن نبوا نكونوا في عون المواطن، ما نبوش نكونوا ضده حق. بالنسبة للناس اللي تعيط هذه كلها راه مش غير مع اللحم بس، والله على المواد الغذائية وعلى المواد الأساسية. وبالنسبة يعني والسلام عليكم.